يشوف حكيم كيفاش راه، كيفاش راه عايش، وين راه حكيم، علاش حبس لغنا حكيم. هذه كامل الاشياء حاب يعرفها الجمهور تاعك اخويا حكيم. يا أخي التوفيق، في الحقيقة الغناء باسم في رأيي أنا الخاص عجبتني بيريود كانت لي وقت لي اسم وتبان لي وقت كبيرة، واحد 30 سنة من دوريا لقيت روحي غنيت 30 سنة من الثمانينات حتى لـ2000. شحال في عمرك دوكا سي حكيم؟ 57 سنة. 57 سنة يسمى كي وصلت، كي وصلت لقيت 45 سنة بديت ديجا ما من نفحة هذيك بدات تروح لي وستمي لي شويه، لقيت ولا صعيب عليا شويه. ثم كيما يقول الانسان واحد في الصغر وكله يقدر يمارس الميدان هذا اللي هو ميدان شويه اونتر بارونتيز يعني ميدان الفني هذا اللي سبيسيال كيما نقولوا حنا. بعد يسمى كيما يقول الاخر ربي كبرنا في طاعته ان شاء الله. حاولت يعني باش نتقرب لربي سبحانه بزاف، ولهذا يعني بكل صراحة يعني جبت روحي من الموسيقى.